فاضل حوالي 10 ايام على بدايه شهر رمضان. كل سنه وحكم طيبين. واحد من اشهر اسباب الصداع في اول اسبوع من شهر رمضان هو كافيين وذدرول او اعراض انسحاب الكافيين. موضوع مهم وناس كتير للاسف ما تعرفش الموضوع ده. الفيديو ده موجه للناس اللي بتشرب قهوه وشاي كتير قبل شهر رمضان، وغالبا كلنا بنعمل كده، خصوصا الناس اللي بتشرب اكتر من كوبايتين ثلاثه في اليوم. الناس دي معرضة ان هم يجيلهم صداع شديد جدا اول ايام شهر رمضان. العلم بيقول ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان الكافيين دي مادة علمية موجودة في القهوة وفي الشاي وفي المشروبات الغازية وفي بعض المنتجات التانية زي الانرجي درينكس الشوكولاتة، انما اكتر نسبة من الكافيين موجودة في القهوة ثم الشاي. الكافيين دي مادة CNS stimulant، مادة بتخلي الواحد اكتر تركيز، فايق اكتر، بتحسن المود شوية، فلما بنوقفها مرة واحدة بيحصل زي تعب، ارهاق، صداع شديد جدا زي ما قلت في اول الفيديو، تغيير في المود، irritability او ان انت تبقى متوتر، بعض الناس تركيزها بيقل. فاعمل ايه بقى عشان خاطر امنع حدوث الكلام ده؟ اول حاجه نقلل الكافيين. نقلله ازاي؟ من النهارده تبتدي حضرتك تقلل نص كوبايه كل يوم لغايه لما توصل قبل رمضان بيوم، تكون يا اما بتشرب كوبايه او نص كوبايه، مش اكتر من كده. لو حضرتك بتشرب مثلا 4 كوبايات، من النهارده ابتدي اشرب 3 كوبايات ونص، تاني يوم واحده واحده تشرب 3 كوبايات، 2 ونص، 2 كوباية، 1.5 كوباية كوبايه لغايه بدايه رمضان. حتى دلوقتي ما توقفش مره واحده عشان ما جاتش اعراض حاليا. هنبتدي من النهارده نقلل نص كوبايه، مقدار نص كوبايه يوميا. تاني حاجه بقى ودي مهمه جدا جدا ولا تقل اهميه، ان انت تقلل الكافيين. ايه هي؟ ان انت حضرتك من دلوقتي او حضرتك من دلوقتي تشرب ميه كتير، على الاقل من 2 لـ3 لتر ميه في اليوم، خصوصا بقى في اول ايام شهر رمضان فتره ما بين الفطار للسحور. ما تنساش الميه، لازم تشرب سوائل. الجود هايدريشن بيقلل اعراض انسحاب الكافيين، دي رقم واحد. رقم اتنين، بروبر ريست او تنام فتره كافيه ويكون النوم متصل. كلنا في رمضان وما بنعرفش ننام كويس، انت على قد ما تقدر حاول تظبط نومك في رمضان، على الاقل تنام 6 ساعات متصله على الاقل، حاول تظبطها باي طريقه. شرب ميه، النوم، وان انت تقلل الكافيين، دي اهم 3 خطوات ان انت تمنع الكافيين وذدرول او اعراض انسحاب الكافيين في الدم. في بعض الناس بقى اللي عندهم صداع مزمن، عندهم ميبرين شقيقه، عندهم اي نوع انواع الصداع المزمن اللي بياخدوا علاج ليه، دول لازم يراجعوا دكتور المخ والاعصاب قبل الصيام، عشان خاطر الكافيين والدرول اعراض انسحاب الكافيين في الدم مع الصداع المزمن يخلوا الموضوع صعب جدا في اول ايام. فده لازم تراجع دكتورك المعالج يظبط لك ادويه الصداع ازاي تاخدها. هي باختصار نقلل الكافيين، نشرب ميه كويس، ننام كويس، لو عندنا مشاكل صحيه خصوصا صداع نراجع دكتور المعالج. اتمنى يكون فيديو مفيد. صحتكم طيبين، شكرا جزيلا.